مرحبا بكم مشاهدينا الاعزاء اينما كنتم الى حلقه جديده من برنامج اسبوع البلد بعد انقطاع اجازه عيد الاضحى المبارك وتشاهدون في هذه الحلقه. صوت الداني البدوي تراث اصيل لا يزال محتفظا بعراقته. مهرجان قلعه القاهره الرابع فسحه للبهجه في زمن الحرب. هبة طفلة يمنية تعلم اليابانية عبر قناتها في اليوتيوب. مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. تشهد محافظة أرخبيل سقطرى سنويا موسم النخيل، حيث تحصد فيه الثمار التي تعد لقمة العيش لسكان الجزيرة منذ الأزل، ويعمل أبناء الأرخبيل على جني الثمار الناضجة، ويصادف موسم هذا العام جفافا وقحطا ورياحا شديدة، ويواجه أبناء الأرخبيل وبالأخص المزارعين منهم كل ذلك بمفردهم. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي نشاهده سوية. مزدهرة ومنتشرة بكثافة على ضفاف الوديان وكأنها غابات. هنا بمحافظة أرخبيل سقطرى تشكل أشجار النخيل بساطها السندسية الأخضر. في فصل الخريف وتحديدا من شهر يونيو إلى أغسطس من كل عام يطل موسم النخيل تزامنا مع الرياح السنوية، حيث يجني فيه أبناء الأرخبيل الثمار من بساتينهم بعد نضجها. رغم شدة الرياح الموسمية هنا، إلا أن هذا الشاب يواصل بالطريقة التقليدية التي توارثها عن أجداده الصعود إلى أعلى الشجرة لحصد ثمارها. يصادف موسم النخيل لهذا العام جفافاً وقحطاً، لكنه لا يزال يشكل ميزة خاصة للسقطريين الذين يعتبرونه موسم خيرات، حيث يجمعون به الثمار التي تمثل مصدر دخل لكثير منهم. تحظى أشجار النخيل بأهمية كبيرة لدى سكان الأرخبيل، وتتميز بعدة أصناف من تمورها، كما تحتوي الجزيرة على عدد كبير من أشجار النخيل، وهو أحد ما يميزها عن غيرها من الجزر اليمنية. تتميز محافظة شبوة بتراثها الزاخر والمتنوع بتنوع تضاريسها، وتتزين الأعراس والمناسبات بصوت الداني البدوي الشبواني كأمثال السمرة والشرح والزفة التي غالبا ما تؤدى في الأعراس والمناسبات الأسرية والقبلية أيضا. ينجذب إليها مشاهدينا الكرام الكثير من هواة الطرب الشعبي. الدان الشبواني رفيق الأفراح نشاهده سوية أيضا في هذا التقرير. على وقع صوت الداني البدوي الشبواني الذي لا يزال حاضرا في وجدان الأجيال يأبى الاندثار، يتراقص السمار طربا لعذوبة الصوت وروعة المعنى ولما له من وقع في نفوس أبناء شبوة ودلالة على عراقتهم وجمال موروثهم. تتنوع الرقصات والأهازيج الشعبية في المحافظة بتنوع تضاريسها التي ضمت البحر والجبل والسهل والصحراء، من ضمنها السمرة التي يتنافس فيها الشعراء فيما يشبه ميدان النزال، ويردد الأشعار فنان يسمى بالمهمل وسط أجواء طرب وسمر لأوقات متأخرة من الليل. السمرة الشبوانية يعني تمثل التراث الشبواني، تمام. بالنسبة للسمرة الشبوانية يعني الحمد لله الآن كثرت وانتشرت في جميع ديريات المحافظة، تمام، لحيث أن الشيلات وهذه قد تقضي عليها، ولكن بفضل الله يعني نحاول أن نعيدها بأوسع النطاق يعني. والسمرات الشبوانية يعني فيها شعار من جميع أبناء المحافظة ومن برا المحافظة يعني، وتمتاز يعني بمناقشات حول الوضع يعني في اليمن أو خارج اليمن أو في المحافظة أو خارج المحافظة،
ومن هذا الكلام يعني حاجة ممتازة يعني جدا ومنتشرة في جميع مديريات المحافظة. نوع آخر من الفن الشبواني الأصيل ويحظى بشهرة واسعة، رقصة الشرح التي غالبا ما تؤدى في الأعراس والمناسبات بألوان متعددة من الرقصات البدوية على وقع صوت الطبل والناي أو المزمار، ويؤديها راقصان أو ثلاثة في المدارة في حين يقف البقية في صفوف متوازية. محافظة شبوة غنية جدا بموروث شعبي وتراث عريق متنوع بألوانه الغنائي والأهازيج الشعبية والسمرات والدان أصوات الدان المتنوعة كثير في هذه المحافظة. هناك رقصات شعبية متنوعة منها الجبلية منها الساحلية. يبقى الرقص الشعبي الشبواني بأنواعه المختلفة واحدا من أهم الألوان التراثية الإبداعية التي تحكي ماضي وحاضر شبوة الزاخر. عوض صالح لبرنامج أسبوع البلد شبوة. في أيام العيد يتجه الناس إلى الراحة والتنزه والاستمتاع بالعطلة، إلا أن شباباً وأطباء متطوعين في محافظة حضرموت نجحوا في إقامة مخيم طبي مجاني للأهالي في تدخل ساهم في تخفيف معاناتهم في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تسببت بعجز الكثير منهم عن تحمل تكاليف العلاج الباهظة الثمن. المزيد من التفاصيل مشاهدين الكرام أجملناه لكم في هذا التقرير. في حين يقضي الكثير أيام العيد في التنزه والراحة، يعمل هؤلاء الشباب المتطوعون كخلية نحل لخدمة مجتمعهم وأهالي منطقتهم من خلال إقامتهم مخيما طبيا مجانيا احتوى 11 تخصصا من أطباء متطوعون. حرصوا على المشاركة في هذا المخيم وإكمال صورة مشرفة للتعاون والتكافل بين أبناء المجتمع. في هذا المشروع، مشروع العيادات التخصصية الطبية المجانية، نستضيف عدة تخصصات منها الباطني ونساء والولادة والمسالك البولية وكثير من التخصصات. طبعا الخدمات التي نقدمها للمرضى تقريبا كامل الخدمات، من معاينة، من فحوصات، من أشعة، من بعض الأدوية التي قدرت الإدارة على توفيرها، كلها نقدمها مجانا. هذا المخيم الطبي الذي نفذه منتدى المطار الصحي يمثل أهمية كبيرة كونه لامس احتياجا مهما للأهالي الذين تضاعفت حالتهم الصحية سوءا بعد أن عجزوا عن تحمل تكاليف العلاج الباهظة، خاصة مع هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد. في كثير من المرضى الذين يعانون من بعض الأمراض ويبقى منتظر مثل هذه المخيمات، فهذه المخيمات قد تفك مشكلة على بعض المرضى الذين هم يعيشون في ظروف معسرة وفي ظروف صعبة، فأرى أن هذه المخيمات تساعد وتحل مشاكل مثل هذه الفئة من المجتمع. مثل هذه المبادرات التي تقدم خدمات مختلفة للمجتمع ينقصها الدعم والتشجيع من الجهات الحكومية ورجال الأعمال، وهو ما عمل على تأثر الكثير منها بعد أن واجهوا صعوبة في تمويل مشاريعهم وأنشطتهم التي بات المجتمع في أمس الحاجة لها. لبرنامج أسبوع البلد، عبد المجيد باخريصة، حضرموت. لا يمكن لأي شخص أن يقوم بأفضل من أن يقوم على خدمة الناس والمساكين، وهذا ما قام به هذا الفريق التطوعي أيضا امتثالا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: خير الناس أنفعهم للناس. نذهب إلى موضوع آخر، حيث شهدت حديقة ملاهي الكمسري في مديرية الشيخ عثمان خلال عيد الأضحى توافد أعداد كبيرة من الأسر والسياح المحليين من مختلف المحافظات. تتميز الحديقة مشاهدين التي أنشئت خلال فترة الاحتلال البريطاني لعدن وأدارتها الدولة بعد الاستقلال بمنظرها الطبيعي الذي يجذب الزائرين، حيث يتمتع الزوار بجمال الطبيعة والجلوس تحت ظلال أشجارها.
وتمثل الحديقة متنفسا للأهالي نتيجة لغياب المتنفسات في المحافظات المجاورة لعدن. تفاصيل أوفى مشاهدينا الكرام في هذا التقرير. تتدافع عشرات الأسر صوب حديقة الكيمستري المعروفة بملاهي عدن للاستجمام واللعب والمرح مع أطفالهم بعد أن أعفت إدارة الحديقة الأطفال المرافقين لأسرهم من رسوم الدخول، بالإضافة إلى مجانية الألعاب للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ومساعدة الشرائح الفقيرة لإدخال البهجة على قلوبهم في هذه المناسبة الدينية. نحن إدارة ملاهي عدن قمنا بالتعاون مع فئة المعاقين واليتامى والمساكين ونعمل لهم تخفيضات ودخول مجاني للحديقة وتسهيلات وكافة التسهيلات لهذه الفئة ونعمل ندخل لهم الفرحة والسرور، وكذلك بالألعاب بعض الألعاب نعطيهم مجانية بعض الألعاب تخفيض 50%. الحديقة زينت خلال عيد الأضحى المبارك بالأشجار الكبيرة المتنوعة وتضم أكثر من 20 لعبة خاصة بالأطفال وأخرى للبالغين و36 مطعما وحمامات ومصلى ومساحات واسعة مفروشة بالمروج والحشائش الخضراء بمختلف الأشكال، بالإضافة إلى مقصورات وخيم الاستظلال للأسر. وتتمتع الحديقة بأهمية اجتماعية كونها مكانا تتعارف فيه الأسر وتجتمع لتناول الوجبات الخفيفة، بالإضافة إلى احتساء الشاي والقهوة والعصائر وبعض المعجنات المصنوعة بشكل خاص ليوم نزهتهم العيدية. والله مستمتعين بأجواء عيد الأضحى المبارك في مدينة عدن في ثغر اليمن الباسم، حيث يسود الأجواء يعني أجواء بالفرح والسعادة بحضور العوائل والأسر والأطفال، حيث يستمتعون بأجواء العيد في فرحة يعني. ونسأل الله أن يلم الشعب اليمني ويعود إلى مجده السابق بعيدا عن الفوضى والمشاكل التي تخوضه البلاد حاليا. على الرغم من قلة الحدائق في المدينة، تبقى ملاهي عدن هي المتنفس الشعبي الوحيد الأقل ثمنا للأسر لقضاء وقت ممتع لهم ولأولادهم بعيدا عن الضغوط اليومية. وكانت الحكومة اليمنية أنشأت خلال العشرين عاما الماضية حدائق عامة كمتنفسات أسرية في بعض مديريات المدينة، إلا أن الإهمال طالها وتعرضت للاستيلاء من قبل تجار ومتنفذين، وأمست حاليا مجرد أطلال خاوية على عروشها. بالفعل مشاهدينا، عدن كانت ولا تزال هذه هي الوجهة التي يفر إليها الكثير من اليمنيين من مختلف المحافظات بحثا عن الراحة وأيضا المنظر البديع في شواطئها الجميلة. أنا شخصيا وأيضا ربما أنتم مشاهدينا الكرام كنتم ولا تزالون تذهبون في إجازات العيد إلى هذه المدينة الساحرة. نتمنى أن تعود كما قال أحد المتداخلين في هذا التقرير، اليمن وعدن وكل المناطق إلى سابق عهدها ويعود الهدوء إلى هذه المدينة وغيرها أيضا. موضوع آخر وموضوع شيق أيضا، طفلة موهوبة وحالة فريدة غزت شهرتها مواقع التواصل الاجتماعي كمصممة جرافيكس ورسامة وكاتبة ومبرمجة. تعلمت ذاتيا تقنيات لا يتقنها الكبار، ولكن ما يشد الانتباه إلى هذه الموهبة الفذة هو إجادتها للغة اليابانية، نعم اليابانية بتعلم ذاتي وانطلاقها في تعليمها. دعونا مشاهدينا الكرام نتعرف على حكاية الطفلة هبة الموهوبة في سياق هذا التقرير. هبة أمي طفلة يمنية في الرابعة عشر من عمرها غزت شهرتها مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن أطلقت قناتها على منصة اليوتيوب لتعليم اليابانية باللغة العربية. بدأت أسرتها باكتشاف موهبتها وهي لم تتجاوز التاسعة من عمرها، وعقب ثلاثة أعوام من الاجتهاد أصبحت هبة حالة فنية نادرة، وذلك بفضل مواهبها المختلفة، فهي تعمل كمصممة جرافيكس وتتمتع بموهبة الرسم والكتابة والبرمجة، وتقوم بعرض كل ذلك لمتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، واستطاعت أن تتميز في الرسم والتصميم الرقمي
على برامج يصعب استخدامها على من يكبرها سناً في العادة. بعد ما تعلمت اللغة اليابانية حبيت أني أشارك الثقافة اليابانية واللغة اليابانية لأطفال وناس آخرين، عشان كذا فتحت قناتي باليوتيوب اللي سميتها اليابان بعيون هبة لمشاركة اللغة اليابانية وثقافتهم. مسلسلات الإنمي كانت أول شيء جعلها تتعلق باللغة اليابانية، والتي استطاعت أن تتعلمها بشكل ذاتي، وتطمح الآن أن تنتج مسلسلات كارتونية لتظهر بلدها بشكل لائق، وذلك بعد أن نجحت في تصميم سلسلة من إبداعها أسمتها النينجا اليمنية. أطمح في المستقبل أني أقدر أطور من لغتي اليابانية وقدراتي بالتصميم والأنيميشن عشان أعمل أنمي خاص فيا أتكلم به باللغة اليابانية، وأتمنى أني أقدر أسافر لليابان عشان أتعلم لغتهم وثقافتهم عن قرب. رغم العوائق التي تواجه هبة مثل ضعف الإنترنت وشحة إمكانية تعليم اللغة اليابانية في اليمن، إلا أنها بفضل دعم أسرتها وإصرارها على الاستمرار أثبتت أن بإمكانها خلق قصة نجاح مميزة تعبر عن طموحات الأطفال اليمنيين. يبدو أن هبة بعد هذا التقرير ستنافسني على هذا المقعد ربما لتعليم الناس اللغة اليابانية. كل شيء وارد. فاصل مشاهدينا الكرام، بعده نتابع هذه الحلقة، لا تذهبوا بعيدا. أهلا وسهلا بكم مجددا إلى أسبوع البلد مشاهدينا الكرام. يحاول مكتب الثقافة في تعز زرع الفرحة في أرواح المواطنين بالمحافظة من خلال مهرجان يقيمه كل عام في أيام العيد، لكن مهرجان عيد الأضحى كان الأبرز خلال الفترة الماضية، وذلك نتيجة للحضور الكبير واستضافة فنان مميز. تفاصيل أوفى عن هذا المهرجان نتابعه في هذا التقرير مشاهدينا. فرحة مضاعفة عاشتها تعز خلال أيام عيد الأضحى، فرحة بالعيد وفرحة بإقامة المهرجان العيدي الأكبر منذ سنوات والذي أقيم في قلعة القاهرة بتعز. الآلاف تجمعوا على هذه المدرجات يطربون بصوت عمار وترقص قلوبهم على دقات العود وأنغامه. بحضور عمار العزكي محبوب العرب نجم الإنسانية وسفيرها في رسالة مهمة لتذهب ريع نصف ريع هذا المهرجان من التذاكر يذهب لمرضى السرطان ومركز الأمل في تعز كل عام، وتعز مدينة للحياة وستستمر مدينة للحياة مدينة للثقافة. اليوم هون كلام ثقافي كبير، أنا سعيد جدا أعجز عن الكلام. ويقام المهرجان للعام الرابع على التوالي، لكنه هذا العام الأكثر تميزاً في الحضور الجماهيري وفي حضور الفنان عمار العزكي الذي أضاف نكهة خاصة للمهرجان بحضوره المتألق. حفل جميل جداً، وكنت جداً سعيد مشاركة بهذا المهرجان الذي أقام مكتب الثقافة في تعز. نتمنى من جميع المكاتب ووزراء الثقافة الاهتمام بالجانب الفني، لأنه هو الجانب اللي ممكن يمحي مآسي الحرب وأثار الحرب بالذات في الفترة اللي مر فيها الشعب اليمني والمجتمع اليمني، وإحنا تحت أمرهم في أي وقت. ومثل المهرجان فسحة للابتهاج ولنسيان الضغوط التي يعيشها المواطنون بسبب الحرب والحصار الذي يطوق المدينة. كما قدم المهرجان رسالة سامية من خلال اعتماد جزء من أسعار التذاكر لصالح مرضى السرطان، حيث قام مدير مكتب الثقافة والفنان عمار العزكي بزيارتهم وتسليم المبلغ المخصص لهم،
في لفتة إنسانية مفادها أن الفن رسالة حب وسلام. طه صالح لبرنامج أسبوع البلد تعز. اليمنيون مشاهدين الكرام في توق لأن يفرحوا وأن يتغلبوا على المآسي والأحزان التي يعيشونها بسبب الحرب، مثل هذه الفعاليات الثقافية والفنية بلا شك هي ستساهم في محو الصورة المحزنة للشعب اليمني، خاصة إذا كان ريع مثل هذه الفعاليات الثقافية والفنية وغيرها تذهب إلى المرضى وغيرهم. بادرة جميلة تحسب لمكتب الثقافة في تعز. تتقاسم غالبية الأسر في مدينة الغيضة المعاناة التي تتضاعف في أيام العيد نظرا لرغبة الآباء والأمهات في إدخال السعادة على قلوب أطفالهم. ويأتي العيد هذا العام وسط عزوف الأسر عن شراء حلويات العيد بعد تراكم الأعباء المادية على الأسر وانهيار العملة وارتفاع الأسعار. تفاصيل أوفى مشاهدينا الكرام نشاهده في هذا التقرير. لم يعد طعم العيد في محافظة المهرة كما كان في السابق، فالأزمة الاقتصادية التي عصفت في البلاد أذاقت المواطنين مرارة العيش. فقر وذيق حال لم يدع للاحتفال مكانا في مدينة الغيضة البعيدة عن الحرب. الأسعار هنا ارتفعت بسبب العملة السعودية، يعني ارتفع العملة، يعني السكر ارتفع، الزيت، اللوز، كل شيء زاد، يعني في أسر ضابعة يعني ما تقدر تشتري الحلاوة. التجار بدورهم تبدلت أحوالهم وارتفعت كلفة إنتاجهم بشكل غير مسبوق نتيجة تدهور العملة الوطنية. والله ارتفاع الأسعار، وذلك السكر ارتفاع ب 27500، والحليب الكيس الحليب الآن كان من قبل 5 أشهر ب 78000، والآن حاليا نشتري ب 110000، لذلك رفعنا السعر. وإن كانت حلوى العيد لم تعد في متناول الجميع، إلا أن هنا أسر أصرت أن تحتفل ولو بالشيء القليل. كورنيش الغيضة مساحة فرح لإبعاد الأطفال عن هموم الآباء في ظل تدهور الريال بين السيء والأسوأ، مما قلص الأمل في نفوسهم وجعل أحلامهم تدور في حلقة مفرغة. والفرحة ما زالت موجودة لدى الأطفال والشباب والشيوخ، ما زال على هذا الوضع، وإن شاء الله تحسن البلاد. وعلى بعد أمتار قليلة أمضى المئات من المواطنين في طوابير محطات الغاز المنزلي المفقودة من الأسواق، مثله مثل الدواء والسلع الغذائية والأساسية الأخرى، بات العثور عليها رفاهية لا تتحقق إلا بعد معاناة. ويفقد المواطنون هنا الأمل في أي حلول للأزمة الاقتصادية والمتزامنة مع توقف الحوار بين الأطراف اليمنية وإيقاف الحرب. يبقى المواطن وحيدا يصارع الحياة من أجل لقمة العيش في هذه المحافظة. فؤاد المسلمي، قناة المهرية، محافظة المهرة. تسهم سيول الأمطار في مديريات أبيان في ري مساحات واسعة من الأراضي التي تحسن الإنتاج الزراعي في المنطقة. يعتمد الكثير من المزارعين مشاهدين على سيول الأمطار بشكل رئيسي لزراعة محاصيلهم المتنوعة من الحبوب والخضروات وغيرها، لكن للسيول أضرار قد تؤثر على المزارعين في ظل عدم الاهتمام بهم من قبل الحكومة والمنظمات ذات العلاقة. التفاصيل في سياق هذا التقرير. تعد محافظة أبيان إحدى المحافظات التي تشتهر بزراعتها المتنوعة لمختلف أنواع الحبوب والخضروات والبقوليات والفواكه، وتصدر إنتاجها إلى الكثير من المحافظات اليمنية ودول الجوار. ويعتمد المزارعون خصوصا في المنطقة الوسطى على سيول الأمطار كعامل رئيسي لإنتاج مختلف أنواع الحبوب والخضروات. وخلال الفترة الماضية ارتوت الأراضي الزراعية بسيول الأمطار التي غمرت الكثير من المساحات الزراعية، إضافة إلى امتلاء الكثير من الحواجز والسدود المائية. تتمتع المنطقة الوسطى ومحافظة أبيان بتربة زراعية خصبة تتخللها الأودية التي تروي هذه التربة،
ويعتمد المواطن أو المزارع في المنطقة الوسطى بشكل كبير على مياه الأمطار، وهذا يتطلب تدخل المنظمات الدولية ممثلة بالفاو. وعلى الرغم من وفرة المياه التي استبشر بها المزارعون، إلا أن أضرارا لحقت بالأراضي جراء استمرار تدفق السيول وعدم وجود دفاعات كافية للأراضي. حماية التربة من الانجراف، لأن هذه السيول عندما تأتي في مواسم الأمطار تتسبب في الكثير من الأضرار على المزارع الذي لا يستطيع أن يتحمل هذه الأضرار، وبالتالي تنعكس على المردود الزراعي في هذه المنطقة. ويا حبذا أن تتدخل المنظمات الدولية وكذلك دور الحكومة. ويشكو المزارعون من عدم الاهتمام بالقطاع الزراعي من قبل الحكومة والمنظمات الدولية، كما يعانون من قلة البذور ومعدات الزراعة التي تسهم في زيادة الإنتاج الزراعي. ويأمل المزارعون من الجهات المعنية النظر بعين الاعتبار لمتطلباتهم وإجراء جولة ميدانية لمعاينة الأضرار وتعويض المزارعين. لو أن هناك اهتمام من قبل الدولة مشاهدين الكرام لاستفاد اليمنيون، وأيضا استفادت اليمن من الغيث الإلهي. أيضا المساجد الأثرية في اليمن إرث ديني وثقافي مهم وجزء من لغة كتابة التاريخ وتقديمه للأجيال. ومع إرث اليمن التاريخي الكبير، تعاني المعالم الأثرية من إهمال يهددها بالانهيار جراء عوامل التعرية. جامع الزملية أحد تلك المعالم الشاهدة على عظمة الإنسان اليمني وعبقريته في مرمى الانهيار. نتابعه في سياق التقرير التالي. وبمحمد صلى الله عليه وسلم. جامع الزملية في عزلة الزعازع بمديرية الشميتين بتعز، هو واحد من أهم الشواهد الأثرية لتاريخ المدينة الضارب في القدم، حيث يصل عمره إلى 400 عام، وقد بني في حكم الدولة العثمانية لليمن. أيوة، نكلمكم على التابوت الأول، التاريخ حقه 1185، والثاني 1203 هجري هذا، والثالث التابوت يعني 1183، هذا التوابيت، عشان التوابيت الذي دخل القبة أولياء الصالحين. هذا يتميز الجامع بخمس قباب ذات نقوش إسلامية بديعة، وله بابان غربي تجاوره ستة مزارات لشخصيات دينية، وبجوار الباب الشرقي بركة كانت تغذى بالماء من ساقية بأعلى الجبل، وبسبب شحة الأمطار لم تعد المياه تصل إلى البركة، مما أدى إلى ركود المياه وتلوثها. ونظراً لأن طراز الجامع ما زال على عهده، فإنه يخلو من الحمامات، ويضطر المصلون لاستخدام هذه البركة في ظل غياب دور الجهات المعنية. نناشد من المنظمات أو أهل الخير أن يتطوعوا لهذا بمشروع قصب مياه لينقلوا الماء إلى هذه البركة، ويعيدوا ترميمها بالسمنت، يعني يليسوها، لأنها كانت بالنورة، كانت مليسة بالنورة، رمموا بعهد، يعني تطوعوا لو رمموا. لم يقتصر دور الجامع على العبادة فقط، ففي هذه الساحة كان الناس يتوافدون من جميع عزل منطقة الشمايتين للاستفادة من الدروس الدينية وحلقات العلم التي كانت تقام. رغم كل ما يحويه الجامع من ملامح أثرية وتاريخية، إلا أن الإهمال وعدم الاهتمام بترميمه وغياب دور مكتب الآثار في تعز عنه أدى إلى تضرره بشكل كبير بفعل مرور الزمن، بالإضافة لكونه معرضاً للمزيد من التلف إذ لم يتم الاهتمام به وإعطاؤه حقه اللائق بمكانته التاريخية. إلى أخبارنا المنوعة، ونبدأها من العاصمة المؤقتة عدن، حيث أقام مكتب الثقافة بالمحافظة احتفالات عيدية في الحديقة الجديدة بمديرية المعلى، وذلك ضمن برنامج مكتب الثقافة الاحتفالي بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقدمت الفرقة الوطنية الموسيقية عددا من الوصلات الموسيقية والأغاني التراثية وسط حضور جماهيري واسع،
وفقرات ورقصات متنوعة على أنغام الزمن الجميل. وفي موضوع آخر، توفي ما لا يقل عن 14 شخصا جراء سيول الأمطار في عدة محافظات، وضربت عواصف غير موسمية أجزاء من البلاد خلال الأسبوع الماضي، من ضمنها المهرة وحضرموت وشبوة وأبين، كما دمرت المحاصيل والطرق والبنية التحتية للكهرباء والاتصالات. وقد دعت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة الجوف المنظمات العاملة بالمجال الإنساني لسرعة تقديم المساعدة للمتضررين من السيول. وأكدت اللجنة أن الأسر المنكوبة لا تحظى بأدنى مستوى من الاحتياجات الأساسية الضرورية، وأوضحت أنها على استعداد تام للتعاون والتنسيق لتسهيل أي عمل من شأنه تخفيف معاناة النازحين. نختتم أخبارنا مشاهدينا من المهرة، حيث استقبل محافظ المحافظة محمد علي ياسر منتخب المحافظة للعبة الشطرنج عقب إحرازه المركز الأول في بطولة الفقيد خالد صالح لفئة الرجال، والتي نظمها الاتحاد اليمني للعبة الشطرنج في عدن. وأشاد بن ياسر بجهود لاعبي المنتخب التي تكللت بإحراز المركز الأول، مؤكدا أن السلطة المحلية تولي مجال الرياضة اهتماما كبيرا من أجل اكتشاف مواهب الشباب وقدراتهم الرياضية. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من أسبوع البلد، حتى نلقاكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحياتي وتحيات معد البرنامج سيف عبد الناصر وكافة الطاقم. دمتم في رعاية الله وحفظه.